كلمات إقاع، ما كاينش أستاذ إلا كيكون كلمة إقاع. وهذه أول كلمة ربما شرفت الرسالة اللي زادت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إقرأ. وكأن كلمة إقرأ هي اللي كتكرس أول مسؤولية بين الإنسان وعلاقته بذاته، عاد كتبدأ المسؤولية بعلاقته مع الآخرين. إذا المشروع ديالكم كان حافل كلمة إقرأ، وأنا أنصت إلى الآيات البينات. سمعت ما في هذا القرآن من عجائب كلمة إقرأ. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة الكتاب ليلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ في البداية واقرأ في النهاية. وبين اقرأ في البداية واقرأ في النهاية هناك مشوار حافي بهذه النتائج المرتبطة بكلمة اقرأ. وكلمة الاقرأ هي اللي كتغير الواقع داخل المدرسة والواقع خارج المدرسة. وما عندي منزل بزاف، وانا لا نقول لكم هو انني كنقول لكم الله يبارك لكم في العمر ديالكم، والله يختم لكم خاتمة حسنة، وخير من الله غادي يبغيكم اكثر، وهو تكون اخر كلمة تقولوها لا اله الا الله محمد رسول الله. وشكرا. للبذل والعطاء رمزا وعنوان. ان اردت الحديث عن فاطمة فماذا اقول؟ الأستاذة المجدة الطيبة، أم الأخت الودودة المحبة، تعطي بسخاء لا تنتظر مقابلا ولا ثناء. أما إن تكلمت عن أمينة المخلصة في العمل بلا كلل ولا ملل، إنها القلب الحنون والحديث عنها حقا ذو شجون. مرهفة الحس رقيقة المشاعر، مشوارها حافل ومسارها بالعطاء زاخر. وأنا أحاول أن أستجمع الكلمات وأنجح في تبليغ كل الرسالات، أجدني مقصرة. فكل لغاتي في هذا الموقف ليست معبرة، وأنا أخط هذه السطور أستحضر كل ما يمكن أن يرغب الأستاذات والأساتذة في قوله لكما، فوجدتني سأحتاج شهوراً وشهور، لأننا لسنا أمام أستاذتين فقط. نعم، جمعتنا بكم الرسالة النبيلة التي نحملها على عاتقنا، وقد كنتما لها خير حاملتين. مجهوداتكما مسطرة بمداد من ذهب في ذاكرة كل تلميذ تتمم على يديكما. أستاذتان عرفتا بتحمل المسؤولية والغيرة على القطاع والبذل والتضحية، ولكن بالإضافة إلى العمل الذي جمعنا، فقد نشأت بيننا أواصر وروابط أخوية. تقاسمنا معا لحظات غنية بالمشاعر الإنسانية، كنتما سندا في السراء والضراء، وصرتما جزءا في حياتنا لا نستطيع عنه الاستغناء. ضحكنا معا، بكينا معا، أشياء كثيرة فعلناها معا. لا أخفيكما أنني أتساءل، ومعي كل الإخوان والأخوات، كيف سيكون حالنا بدونكما؟ وأحمل هم الموسم الدراسي القادم الذي سيعرف غيبتكما، فأنتما بالمهدي بن تومرت رمز وعنوان. فاطمة وآمنة، سيفرغ منكم المكان، لا أتخيل، وهذا إحساس متقاسم بين الجميع، بين جميع الأطر التربوية، أننا سنبدأ الحصة الصباحية دون أن تلقي لنا فاطمة التحية، وتعطر آمنة الأجواء ببسماتها النارية. ستتركني فراغا كبيرا أختي الكريمتين. عرفان بالجميل وتقدير ليس له مثيل، للأستاذتين الآن لهما أن تترجل عن صهوة جواديهما بعد أن صانتا وجالتا في ميدان الشرف الذي بدلتا فيه بحب وشغف، ميدان التربية والتعليم. أستاذتي الجليلتين،
سيدتي الجليلتين فاطمة يرمق وأمينة قاسم، اسمحا لي أن أقول لكما أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع تلاميذ مدرستنا، شكرا على حسن صنيعكما وجدكما وإخلاصكما الذي يشهد به كل من نهل من بحر عطائكما. مع أننا نعلم تمام العلم أننا مهما عبرنا لن نوفيكما حقكما، فيا صاحبتي الفعل الجميل والقلب الكبير، يا منبع الإحسان، نهدي لكم الشكر والعرفان وقبلة وفاء فوق هامكما المرفوع على مدى الزمان. Cet événement grandiose, rituellement célébré à l'issue du roman et laborieuse carrière professionnelle, réside dans sa charge symbolique qui dénote une reconnaissance sans équivoque, explicite et implicite de cette formidable et inévitable débouché d'énergie éternellement et inlassablement fournie et déployée en faveur des générations d'apprentis avides d'acquérir un solide savoir et de s'approprier un apprentissage qui constituera le socle sur lequel s'agglutinera une nuée de principiens et une essence de vertus vertueuses, une pléiade de notions et de concepts dont se lyrissent les pupilles d'aujourd'hui et les hommes de demain. En un mot, commençons se faire sien un bagage pédagogique éducationnel capable de les rendre aptes d'affronter les diableries de la vie avec ses hauts et ses bas. Certes, tout le monde s'accorde à dire et à redire que l'enseignement est une lourde tâche incroyablement pénible et extrêmement éreintante. Mais j'ajoute à cette sainte vérité que l'enseignement est une école de volontariat, d'altruisme, sans bornes et d'abnégation sans terme, de dévouement illimité ou rarement égal. Sincèrement, l'enseignement, c'est avant tout une vocation ô combien exaltante et divinement salutaire. C'est un long processus parsemé de contraintes variées et divisées, divers et variés, et des obstacles uniformes. Indubitablement, tous les pédagogues et les quatre enseignants qui nous ont honorés aujourd'hui par leur présence physique doivent s'exalter à l'idée euphorique et euphorisante que Dieu, en tant que juge suprême, récompensera post-mortem vos lois et honorables efforts au sentier. Finalement, je veux clore cet exposé improvisé à la va-vite par cette fameuse formule consacrée après l'effort, le réconfort. Je souhaite de tout mon cœur à ces deux nobles âmes qui viennent de juste de tirer honorablement leur révérence une vie auprès des siens pleine de bonheur et un bonheur sans nuage et félicité riche en termes de spiritualité. Mille et une merci pour l'audience
pour avoir daigné pour prêter une oreille complaisante. Merci à tous. أنا كنت خارج الوطن وصبت خبر عند سي محمد إمهري مدير المؤسسة لأحترمه وأعتز بمعرفته والعمل معه دوام السنوات لي، وأبيت إلا أن أحضر هذا الحفل لأن ما يمكنش ندوز هذه الفرصة. أستاذة أمينة اشتغلنا أنا وياها أكثر من 25 سنة مدرسة المهدي مكتومة، جينا مازال أنا ماشي قراء ماشي شايب باقي شاب. نعم أستاذة فاطمة عيش معها السنوات الأخيرة، أش غنقول لكم؟ ما شاء الله. وكل الفريق ديال مهدي بن تمر أنا أعتز وأعتز ثم أعتز أنني اشتغلت معكم. الوجوه جميل والله العظيم والله العظيم. أنا أحسن الانتماء رغم أنني أحبت على التقاعد، رغم أني أحبت على التقاعد باقي يهزني الحنين وأتي إلى المدرسة، ولو في يوم العطلة أدخل المدرسة ثم أقوم ببعض الزيارات أخوات وإخوان معها، ولكن ما عساني أقول، أقول للأخوات والإخوان اللي غيتحالوا على التقاعد واللي اليوم حنا الأختين اللي هما اليوم الشرف لنا أننا نحتفل بهم، أن هذه المرحلة هي محطة جميلة جدا لو استطعنا المنظمها، هي محطة هي ليست النهاية بل هي بداية. ما دمنا احنا عايشين، ما دمنا باقي الرزق ديالنا باقي عند الله سبحانه وتعالى، ما دمنا مازلنا نستمتع بالصحة والعافية، فخصنا نكونوا متفائلين، خصنا نكونوا نشتغلوا، لأن هذه المرحلة هي مرحلات اللي كتخمر فيها كل التجارب ديالنا اللي قضيناها، لا على الصعيد الكتابات اللي كنكتبوا، أو على الصعيد التجربة المهنية، أو الصعيد المسائل الاجتماعية اللي عشناها في الحياة ديالنا طوال هاد السنين. وخصنا في هذه المرحلة هذه بعد ما تخمرت إنها وداع للحياة، ولكن يظهر أنها اليوم تبدو مصرة وطاغية مثل الطوفان. زميلاتي وزملائي، لن أكون معكم بعد اليوم، ولكن صدقوني فقلبي مكلوم وحزين وأنا أفارقكم، وكأن قطعة مني قد اجتثت إلى الأبد. فكلمات الوداع ليست دائما سهلة لكي نكتبها أو حتى لكي نقولها، لأنه في الوقت الذي نقولها فيه تمر أمامنا آلاف الذكريات المليئة بالمشاعر الدافئة التي تقاسمناها معا ومع هؤلاء الأطفال. صحيح أن الجو لم يكن دائما صحوا بيننا، ولكن سرعان ما كانت تنقشر السحب لتحتل الشمس الدافئة مكانها، وهذا بفضل تآزرنا المستمر وقناعتنا بأن رسالتنا في الحياة، بل إن وجودنا كله كان من خلال هذه المهنة التي أقل ما يقال عنها أنها نبيلة، وعلينا أن نكملها إلى آخر عرق ينبض بالحياة. زميلاتي زملائي، لقد مرت سنوات معكم ملأتني بالفرح والسعادة ولقاءات جميلة وغنية، لا على المستوى الإنساني فقط ولا على المستوى العملي، والتي أتمنى أن نعيش معكم، أن تعيش بكم، أن تعيش لكم حتى بعد ذهابي. لا تنسوا أنه كان من دواء فخري واعتزازي العمل معكم، فأتمنى أن لا تنسوني، اذكروني. كلمة أخيرة للسيد المدير الذي عمرني ما انساه في حياتي، كان دعما، كان متفاهما، عمرني ما انساك سي محمد في حياتي. سي محمد الإمغري، عمرني ما انساك. رجال وإناث وصديقات وجميع، مهم الشكر الجزيل للأستاذ اللي حضر لنا وشرفنا بالحضور ديالو، كنشكره بزاف وجا قبل منا، هذا دليل على
حب المؤسسات ديالنا. شكرا. أشكركم جميعا وعلى لساني تطلع. أشكركم جميعا جزيل الشكر على هذا الحفل الذي شرفتمونا به. وإنه إن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام والمحبة المتبادلة بين أفراد هذه المؤسسة جميعا، وعلى رأسهم الأستاذ السيد محمد إمامي الذي لم أقل مديرنا بل أخلنا جميعا لمواقفه الجليلة معنا في السراء والضراء، وأكرر هذه الجملة. وهذا صراحة، هذا صراحة هو اللي شجعنا في وسط المؤسسة أننا كله إخوة، لأن ما دخلش بيناتنا شي حاجة اللي تفرق بيناتنا صراحة، هي هذه هو رئيس المؤسسة حتى نتمكن من أداء مهامنا على أحسن وجه. صديقاتي، واسمحوا لي لخصصت صديقاتي وهم أصدقائي كلهم الأساتذة والأستاذات، ولكن اسمحوا لي حيث صديقاتي فراقهن ليس بالسهل، ولكن لكل بداية نهاية، إلا أن أخوتنا لن تنقطع وستستمر مع طول أعمارنا بإذن الله. دعواتي للجميع أن يكمل الله مساركم بألف ألف خير، وأن نلتقي في السراء قبل الضراء، ولكم جزيل الشكر. وصفة تنم عن تقديرنا وعفاء إلى سيدة سيدنا محمد.